هستناك الليله دي الساعه 11 بالليل في المطعم اللي قابلتك فيه اول مره. هتجيلي متاخره بقى وتقولي لي اصلك الطريق كان زحمه، اصلك جاني، اصلك ماني، ماليش فيه. اخطف ديلي في اسناني وهطلع طوالي على السيد رئيس النباحث وقر. لا 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 يا استاذ سيد، انا هجيلك في الميعاد ما تقلقش. ماشي. الو، عملت ايه؟ انا ظبطت لك ميعاد معاهم الليله دي الساعه 11 بالليل في المطعم اللي احنا اتفقنا عليه. بعد ما تنفذي اللي انت عايزاه منهم تبقي تقبضيني فلوسي، وبقى انا كده عملت اللي عليا وعدل العيب وازح. ما تقلقش يا سيد، كل حاجه هتخلص النهارده. ماشي. انا عايز اعرف الزفت ده اتاخر كده ليه. لا ما اتاخرش ولا حاجه، ميعاده الساعه 11 دلوقتي 11:05، يعني هم 5 دقايق. انت بس اللي اعصابك تعبانه. انا فعلا اعصابي تعبانه ودي بتمر عليا سنه. ممكن بقى لو سمحتي تكلميه تشوفي هو فين. لا مش هكلمه يا دلي، وبعدين مش انت اللي ورطتينا معاه وطمعتيه فينا؟ رحتي اتفقتي من ورايا وقلتي له اقتل لؤلؤ وطارق. اتفضلي بقى استحملي. يا سلام، ما انت كمان رحتي قلتي له اقتل لؤلؤ وطارق. اشمعنى انت لما تعملي حاجه تبقى صح وانا لما اعملها تبقى غلط؟ بس يا دلي اسكتي. اف بقى. انتوا ايه حكايتكم؟ انتوا الجروس؟ هو انتوا مولودين في جروس بعض؟ هو انا مفيش مره اجي اقابلكم الا لما الاقيكم انتوا الجوز شادين شعر بعض وبتتعاركوا. بقول لك ايه؟ مش عايزه كلام كتير، انت جايبنا هنا ليه وعايز ايه؟ الصراحه بقى زهقت منكم واتخانقت، اتخانقت، وكمان ضميري. ضمير مين يا اخويا؟ ضميري صاحي، عشان انتوا كنتوا عايزين نرتكب أبشع جريمة في الحياة الدنيا. كنت عايزين نقتل بنتي ضنايا. إيه الأفوارة دي؟ أنت كنت عايز تقتلها أكتر مننا عشان تورثها. وأنت مالك أنت، ورثها ولا ما ورثهاش؟ مالكوش فين أنتوا الجوز؟ طب برضو إحنا ما فهمناش أنت جايبنا هنا ليه دلوقتي؟ خليني أنا أقول لك يا داليا، هو جايبكوا هنا ليه؟